الحقيقة إنه الحظر اللي حصل ده وقعد الناس في بيتها خلتنا ناخد بالنا، وأنا شخصيا أحكي لكم عن تجربة شخصية، خلتني أخد بالي من حاجات أنا بصراحة ما كنتش واخدة بالي منها في عز الزحمة والعيال في المدارس وخلصوا المدرسة بسرعة يجروا على التمارين، لا ده عنده درس مش عارفة في المهندسين، طب نجيبه مهندسين نوديه 6 أكتوبر، طب نجيبه اليوم يخلص يجر في ديله اليوم اللي بعده اللي بعده اللي بعده، وأهم حاجات إحنا اتخلقنا عشانها ممكن تكون بتضيع في النص. زي إيه؟ زي إننا نركز على العبادات بتاعة الولاد الصغيرين. إحنا أنا مثلاً بروح أنا أصلي، أنا أعمل اللي ورايا، والعيال مش في البيت، بيجوا من المدرسة ياكلوا بسرعة وينزلوا يروحوا النادي، فأنا ما بلحقش أقول له صليت، قريت، عملت، فجيت العيال قاعدين طول النهار فاتحين البلاي ستيشن وقاعدين بيلعبوا جيم في الجيم في الجيم لغاية الساعة 3 الفجر. ففجأة كده قلت لهم هو إيه؟ هو إحنا ما بنصليش ليه؟ أنتوا ما بتصلوش ليه؟ أو إحنا مش متعلمين الصلاة؟ هو إحنا كذا؟ طيب حاضر، تململ وزهق وبيقوموا بالعافية. قلت لهم لا هصلي معاكم الكام يوم اللي أنا كنت قاعدة بيهم في البيت، هنصلي الخمس يعني فروض مع بعض جماعة. وبدأنا نصلي، اكتشف طبعا انه ناسيين التشهد ومش عارفين ايه ثلاث ارباع الحاجات، ناسيين قل اعوذ برب الناس، بقيت ايه يعني ناقص الطم. انا بعلم وانا بطلع اتكلم في كده وولادي انا مش عارفين، فبسأل ابني بني الاسلام على خمس ايه بقى؟ فتنح كده لطم بقى يا اختي، انا بطلع فجأة دموعي نزلت، عيط يعني انا اطلع اتكلم في البرامج وبتاع وانا ولادي انا مش عارفين، حرام عليكم. فقام ابني الصغير معيط ساب عليا، خلاص ما تزعليش نفسك، حاضر حاضر هحفظه. وبدانا حفظنا البنية الاسلام على خمس ايه ايه ايه، ونقول وقعدنا نراجع في الايات الصغيره، وبدانا نصلي يوميا الايه مع بعض جماعه. والاول كان الموضوع بالزق وبال يعني بالدفع، لغايه ما بقيت ابقى انا بره، انا مش كل الايام قاعده بقى ومش كل الايام هصلي بيهم الخمس صلوات، يوم زي النهارده اهو احنا موجودين اهو العصر هيدن، فاكلمهم ها صليتوا؟ ايوه الاخ الكبير والاخ الصغير، خلاص الكبير بيصلي بالصغير جماعه، حافظين التشهد؟ اه حفظناه خلاص. طب سمع، ولقيت الموضوع مشي الحمد لله يا رب، ويا رب ما ايه ما يعني ما الدنيا ترجع تاني والناس تتشغل تاني، لانه الايمان بيزيد وينقص، وانه يعني اذا كنا احنا الكبار ممكن الايمانيات تقل، فما بالنا بالولاد الصغيرين. انا الحقيقه ما بقولهاش من باب التفاخر، بس انا بقول ان احنا كنا خيبه ونيله والحمد لله يا رب ان احنا فوقنا، فاحنا عايزين نفوق يعني نفوق ونعلم ولادنا في الكام يوم اللي هم قاعدين فيهم معانا دول حاجه تنفعهم بعد كده في دنيتهم، ويبقى لعلها خير ان هم قاعدين وقت طويل معانا فيتعودوا ويواظبوا على الصلاه. حاجه من الحاجات اللي عايزين نقعد كده ناخد نص ساعه في اليوم نحكي لهم قصص الانبياء، يعرفوا دينهم، يعني اذا بني الاسلام على خمس ما كانوش حافظينها فما بالنا بالحاجات التانيه. فاحنا الحقيقه كنا بادئين سلسله الانبياء مع فضيله الشيخ اشرف الفيل، والنهارده هنتكلم عن سيدنا ابراهيم، والقصه جميله وفيها يعني فيها حاجات حيه كده ممكن تهم الاطفال ويتبسطوا لما يسمعوا. فضيله الشيخ اشرف الفيل ازاي حضرتك معانا؟ واعتقد انه يعني ما فيش ابسط منك في شرح قصص الانبياء، وناخد بقى من الشيخ ونحكي لاولادنا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير والله. قيمه اللي انا قلته ده يعني اديهم نصيحه بس باسلوبك بقى. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم اجمعين وبعد. الحقيقه ما زلت افكر قبل ايام فيما تفكرين فيه ويفكر فيه كثير من الناس، ان فعلا احنا كنا محتاجين نقعد ونفرغ دماغنا خالص عشان خاطر نتفرغ لاولادنا، لان كلنا بقينا بنكتشف ان اولادنا طلعوا مش فاهمين حاجه. يعني اكتشفنا كلنا مش شخص واحد او حتى حاجه، حتى احنا حتى انا حتى كده احنا كنا متهيئ لنا ان احنا لما نحط اولادنا في مدارس كويسه وتعليم كويس وبتاع فهم العيال هيبقى اوتوماتيكلي فاهمين وحاجه حلوه كده، والعيال خلاص بقت فاهمه، لكن اتضح ان هم في الاخر يعني انا اسف في التعبير ما بيفهموش خالص، يعني تحس ان مش فاهمين حاجه خالص في الدنيا.